إذا ختام أشواط الثنايا، بدأت رحلة جديدة ومعركة جديدة، وزميلي محمد بمريك يتألق مع الشوط الرئيسي للسودانيات. شكرا للزميل مطلق وكافة الزملاء المعلقين. أيها الأعزاء، انطلق قبل قليل الشوط الأول الرئيسي لهذه الفئة، فئة السودانيات البكار، وهذا هو أول أشواط هذه الفئة. شوط مفتوح وأسماء قوية تنطلق في هذا الشوط، ترقبها المتابعون والمشاركين والمحبين لفئة السودانيات القوية التي تنطلق مع الفاتنة جابر بن سالم بن جبران دمعة ورمعة لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد آل ثاني العندليب، خالد بن محسن بن ديلة واشتعال صالح بن حمد العاض محبوبة براك بن مبروك الرشيدي بلشة علي بن زيد الشيبة وعهد توق وشرف لسعادة الشيخ عبد الله بن علي بن أحمد آل ثاني غزوة حمدان بو حامد الرشيدي والصحراء لمهنة بن ضابط الدوسري والعنود لمبارك بن محمد بن زايد الخياري. أسماء قوية تنطلق أيها الأعزاء متابعين قناة الريان الفضائية في كل مكان. مقدمة الشوط مباشرة ومن تحتل أول المنطلقات العنود لمبارك بن محمد بن زايد الخيارين، متابعة مزعج المضمرين عتيق بن حمد بن قريع المري للعنود في هذا الشوط. شوط السودانيات الأول، المركز الثاني حاملة الرقم 61، أعطونا رقم، أعطونا اسم المركز الثاني المجهولة حتى هذه اللحظات. ننتقل إلى المركز الثالث، ومن تتقدم غزوة لحمدان بو حامد الرشيدي أحد المتخصصين في هذه الأشواط. ننتقل إلى المركز الرابع، وصول من اشتعال صالح بن حمد العاض المري، وأيضا ننتقل إلى المركز الخامس ومن تحتل خامس المراكز في هذه اللحظات. هناك توق لسعادة الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني حمد بن عبد الهادي بن هليل في عملية التضمير. يا سلام يا جماهير، يا متابعين أشواط السودانيات، ويا مراقبين هذه الانطلاقات، هذا هو أقوى أشواط البكار السودانيات في هذا اليوم. إذن مشاهدين الأعزاء، ما زالت مقدمة الشوط مع شعار الخيارين على ظهر العنود. يا السلام، العنود تنطلق على المركز الأول. وصلتني المعلومات عن صاحبة المركز الثاني، أتت المعلومات قمة لمرسل بن فهيد المري على المركز الثاني. وننتقل إلى المركز الثالث، ومن تحتله غزوة لحمدان بو حامد الرشيدي، وتليها على المركز الرابع اشتعال اللي بتشعل الشوط بعد قليل، اللي بتولع الشوط لحمدان. أو هنا بالفعل هنا شعار العاض اشتعال صالح العاض المري على المركز الرابع. المركز الخامس قدوم وتسلل وتحرك من توك يلا يا راعي توك، يلا يا مضمر توك بن هليل. توك تعود ملكيتها لسعادة الشيخ عبد الله بن علي بن أحمد الثاني، ونشارف ونقترب من انتصاف المسافة. وكلما انطلقت هذه الأشواط وبالتحديد هذا الشوط المفتوح، أتذكر مباشرة وعلى البال طيبة الذكر مظلومة والعنود التي صالت وجالت في هذه الأشواط، ونطالب مالكها بالعودة في أشواط السودانيات. الشعار الغرفاوي نطالب بأسماء جديدة تمثل وتشارك في هذه الأشواط الممتازة والقوية والتي لها رونق ومتابعين وطابع خاص. انتصفت مسافة الشوط مشاهدين الأعزاء، وما زالت صدارة الشوط مع العنود التي تنطلق بالملكية لمبارك بن محمد بن زايد الخيارين، المضمر عتيق بن قريع المري. الله يا أبو حمد، الله يا أبو حمد، وبصمة المزعج الخاصة، بصمات المزعج الخاصة. ولكن شوف الاختراق من العمق، شوف التدخل من العمق، وهذا الهجوم من توق تضرب الطوق على هذا الشوط وتنطلق بملكية وتعود ملكيتها
لسعادة الشيخ عبد الله بن علي بن أحمد آل ثاني انضم الحمد بن عبد الهادي بن هليل. الله يا سلام يا سلام يا سلام. الترشيحات الآن تنهال على المشاركات في هذا الشوط. الكل يرشح الكل يرشح اسم من هذه الأسماء، وحقيقة اختلفت الترشيحات، توزعت الترشيحات على الهزل المشاركات، ولكثرها اعتذر عن ذكر الترشيحات لأن الوقت ما يسمح. عموما وعلى كل حال آخر كيلو متر مشاهدين الأعزاء نقترب منها، وتوق توق بهذا الذوق وهذا الأداء الممتاز تلاحق توق وتقترب من توق. غزوة غزوة غزت غزوة غزت بشعار الرشيدي اللي يتمنى له التوفيق من أبناء جمهورية السودان الشقيق في هذا الشوط. يلا يا الرشيدي يلا يا الرشيدي. حمدان بو حامد الرشيدي وأبناء السودان يتابعون وأيضا يشجعون هذا الشعار اللي على المركز الثاني المركز الثالث 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 هنا بلشة علي بن زيد آل الشيبة المري مشاهدينا، أو علي بن زيد بن الشيبة بن نديلة على المركز الثالث وتتقدم لتأخذ المركز الثاني. المركز الرابع هنا أيضا وصول وتقدم في هذه اللحظات من عهد لسعادة الشيخ علي بن عبد الله بن أحمد آل ثاني حمد بن هليل في التضمير. والمركز الخامس مع العنود المبارك بن محمد بن زايد الخيارين، وهناك أسماء قادمة ومنطلقة قوية تريد أن تريد الدخول إلى عالم النداء والإذاعة. لمن هذا الشوط يا متابعين؟ شوط السودانيات البكار. من هذه الأسماء القوية سيسجل اسمه في هذا الشوط بحروف من ذهب؟ عموما وعلى كل حال ما زالت توك توك ما زالت توك على مقدمة الشوط، وشعار بنديلة خطير 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 للغاية في هذه اللحظات على المركز الثاني، وتنطلق انطلاق وتضغط على توك من خلال هذا الضغط هذا الضغط على أرضية الميدان 1500 متر، وما زالت توك وتلاحقها تلاحقها بلشة 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 اللي بتبلشنا اليوم اللي بتبلشنا معها في هذا الشوط. وانطلقت وعادت العنود وعاد المزعج مرة أخرى، عاد المزعج وعاد أيضا شعار مبارك بن محمد بن زايد الخيارين، وما زالت توك ما زالت توك تتوق إلى نقطة هذا الشوط 1200 متر يا راعي توك 1200 متر يا ابن هليل يا ابن هليل يا ابو هادي يا ابو هادي يا ابو هادي. الوضع غير هادي يا اخوي، الوضع غير هادي وغير مطمن. وانطلقت بلشة وتحركت العنود. الله 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 على شوط السودانيات. الله الكيلو الاخير العنود العنود وتوك العنود وتوك العنود وتوك وبلشة بلشة بلشة العنود 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 حتى هذه اللحظات. مبارك بن محمد بن زايد الخيارين وأتوقع أنها صاحبة هذا الشوط في السباق المحلي الأول، وتعيد نفس السيناريو تعيد السيناريو. انطلقت العنود وانطلقت بلشو بلشة 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 يا بلشتنا من بلشة في هذا الشوط. بلشة والعنود بلشة والعنود الموقف خطير وحساس. ما زالت العنود للمرة الثانية على التوالي في هذا الموسم تحلق في هذا الشوط بأقوى أشواط السودانيات. العنود المبارك بن محمد بن زايد الخيارين، يا سلام يا سلام يا سلام مع مزعج المضمرين عتيق بن قريع 500 متر، والمزعج يزعج المضمرين في هذا الشوط بهذا التقدم، يزعج المنطلقين بهذا التقدم. العنود وأسبق سودانية في هذا الموسم لم تذق طعم الهزيمة لتخلد هذا الاسم بحروف من ذهب لمبارك بن محمد بن زايد الخيارين. تهانينا يا مبارك تهانينا على فوز العنود بهذا الشوط القوي وهذا الشوط النخبوي. أفضل نوعيات السودانيات تنطلق في هذا الشوط المفتوح. العنود وما أشبه اليوم ما أشبه اليوم يا عتيق بالبارحة، ما أشبه هذه الصورة بالسباق المحلي الأول. تعيد العنود نفس السيناريو وتنتزع أول وأقوى أشواط السودانيات المفتوح. تهانينا لمبارك بن محمد بن زايد الخيارين. المركز الثاني بلشة علي بن زيد الشيب بن الشيبة بن نديله المري. المركز الثالث عهد لسعادة الشيخ عبد الله بن علي بن أحمد آل ثاني. المركز الرابع رابع المراكز محبوبة لبراك بن مبروك الرشيدي. المركز الخامس اللي أتت في المركز الخامس الصحراء لمهنة بن محمد بن ضابط آل ضابط الدوسري. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء أيها الحفل الكريم للخمسة المراكز الأولى. العنود تنتزع وتختطف هذا الشوط بتوقيت زمني 9:50.84 جزء من الثانية. تهانينا والنوم مسلمة لك العنود.
مبارك بن محمد بن زايد الخيارين، التهاني موصول العتيق بن حمد بن قريع المري المركز الثاني، كان مع بلشة 9:53.30 جزء من الثانية. تهانينا لمالك بلشة علي بن زيد آل الشيبة المري المركز الثالث، كان مع عهد وتوقيته 9:55.56 جزء من الثانية. تهانينا وناموس لمالك عهد سعادة الشيخ عبد الله بن علي بن أحمد الثاني، والتهاني لحمد بن عبد الهادي بن